الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. اليوم احيي ذكرى 40 نبيل بن زكري بلبل الاذاعه الوطنيه. انت ايمان بنته كان تحكي لنا على نبيل من جهه مش البروفيسيونيل اللي احنا نعرفوها من الاذاعه، من الكوتي العائلي، كيفاش كان معاكم؟ بابا كان من جهات الكل اطيب قلب تنجم تشوفه، مش نشكر فيه ولا حاجه، اما هو كذلك كان ديما يحب الكلمه الباهيه، كان ديما يحب يقول حاجات باهيين، كان ديما الزر اللي يتك عليه اي عبد، مش كان العائله ومش كان احنا، كان ديما يقدم لك نصيحه، يوقف معاك حتى على حساب صحته، ولكن الموضوع يقلقه عمره ما يظهر لك اللي هو يقلقه. كان الإنسان الطيب اللي بلبل الإذاعة، مانيش اليوم باش نقول اللي هو بابا، هو أبونا الكل، كان سند لينا الكل، كان يقدم لتونس، كان يقدم للعبيد، كان يقدم لأصحابه، كان يقدم لعائلته، يحاول ديما مادامو موجود يقدم أكثر. بابا كان القلب الطيب، الروح النظيفة، المحبة الصادقة، ما نجمش نوصفه في كلام على خاطر عمري ما نجم نوصف اللي عمله بابا في كلمة. بابا كان فخر ليا ونقولوا ديما راني فخورة بيك، أما باش نبقى ديما فخورة بيه. بابا قدوتي في الحياة، عمره ما هو باش يجي عبد نجم ننظر له ولا نصوره كيف الروح والإنسان متاع نبيل بن زكري. باش يبقى ديما خالد في قلوبنا الكل، مش في قلبي أنا بركة. نحبك بابا، قلت هيلك برشا قبل ونقول هيلك توا، بابا نحبك والآخر عمري نبقى نحبك، وعايشك على التربية اللي خليتها لنا، عايشك على محبة العبيد اللي خليتها لنا، عايشك على خاطر زرعت فينا الحب، عايشك خاطر زرعت فينا القلب الباهي، عايشك على خاطر خليت بصمة في روحي وفي روح أمي وفي روح خويا، عايشك على كل كلمة قلتها لي باش تبقى خالدة في مخي وباش نمشي بها وباش نتبع خطويك. نبيل كان ينصح مستمعيه يقول لهم حبوا بعضكم، عيشوا مع بعضكم، ما تعملوش الخايب مع بعضكم. انت اليوم شنو تنصح العبيد اللي مازالوا عايشين مع العبيد اللي يحبوهم؟ شنو تقول لهم؟ انا باش نتبع بابا في اللي عملوا الكل، وانا قلت باش نكمل في خطوته. اكثر حاجه نجم نقولها حبوا بعضكم، الدنيا فيها موت. العبد اللي بحذيك توا ما تعرفش من بعد شنو باش يكون بحذيك ولا مش باش يكون بحذيك. استمتع بكل لحظه العبد اللي تحبه هو بحذيك، عنقو بوسو، قل له نحبك بابا، نحبك أمي. ننصح الناس الكل باش تقعد أكثر وقت مع عائلتها، خاطر ما يدومولك كان أمك وبوك، أمك وبوك، أمك وبوك، أمك وبوك، وخواتك. ننصحهم يحبوا بعضهم، والدنيا فيها موت. احنا بركه بابا الغالي باش يبقى ديما خالد في روحي، باش يبقى ديما بابا الغالي كان ديما فخر ليا وباش يظل ديما فخر ليا وقدمتي في الحياة، ونقدم ان شاء الله بوجوده في قلبي وفي روحي، وان شاء الله يبقى ديما معنا الناس الكل وفي كل ذكرى نحتفلوا بيه، ونقولش عليه ديما موجود بحذانا. لكن ما نجمش يبقى، مانيش عارفه شنو نقول، ما بابا باش تبقى ديما في بالي وباش تبقى ديما فخر ليا وعزوة الله يرحمه. نقولوا الإذاعة نبيل بن زكري، كي نقولوا نبيل نقولوا سيسخان، وكي نقولوا سيسخان نقولوا السيسخانيات والسيسخانيين اللي موجودين اليوم. نبيل لمنا وهو حي، ولمنا وهو ميت، لمنا في سيسخان اللي ولا رمز المحبة. سيسخان رمز الأخوة الصادقة ورمز للصداقة الحقيقية الصافية اللي ما وراها حتى شيء. تحكي على نبيل الخصال نتاعو، هو كان يسمعك وكان ينصحك وبتغلو تلومك وما يضحك، كان صاحب قلب كبير والوجه البشوش الضحوك المنير، صاحب الزر الحنين، كان يتوجع وما يوجعش، كان ديما يقول سهلها نسال، كان ديما يدخل بالصبح مبسط الأمور.
المرحوم. مرحبا بك كذلك بشقيقة المرحوم نبيل بن زكري ناديا. مرحبا بكافة أفراد العائلة. الحقيقة المناسبة هذه حبيناها تذكير لكما شعار هذه الأربعينية. زملاء نبيل بن زكري اليوم لقيناهم حاضرين في أحياء الأربعينية، هما اللي قعدوا بعد نبيل وراء عائلته يساندوا، هما اللي قعدوا توا يحيوا في اسمه. كنت تحكي لنا على نبيل. أبسط حاجة الواحد ينجم يعملها مع عائلة المرحوم نبيل بن زكري، لأنه نبيل إنسان غير عادي. نبيل اللي عشرتنا طويلة تقريبا أكثر من 27 سنة، من اللي كنت في إذاعة شباب ونبيل ما نلقاو منه كان التشجيع. زيد نبيل جاري في الطابق الثالث مع قسم الرياضة، ديما الفد كحاضرة، ديما الأجواء صاخبة، روحه خفيفة، يعاون الناس كل، يعاونك حتى بالنصيحة. تقريبا ما عندوش مشاكل نبيل بن زكري وقت اللي يبدأ موجود هو في الطابق الثالث، تكون الأجواء حية وأجواء ممتازة. خلى علينا بلاصة كبيرة 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 نبيل. الأيامات هذه معناها بعد وفاته لطف، معناها عبارة طابق أظلم، تفقدتك الضحكة، وساعات حتى من بعيد تبدأ طالع للتروزيميتاج وتسمع نبيل يتكلم ولا تسمع واحد من الأولاد. تأكل قاعدة كاس صغيرة بتاع الدرج درجين هي اللي تخليك تخدم أكثر وتعطيك دفع معنوي كبير قبل ما تبدأ العمل متاعك. فقدناها الأيامات هذه، فقدنا نبيل الإنسان، فقدنا نبيل المنشط والمقدم اللي تونس كاملة تحترمه، تونس كاملة تحبه. ربي يرحمه وينعمه، ربي يصبر عائلته. صحيح الفراق بالنسبة لنا نحن أليم ومرير، ولكن ما يحس جمرة كان اللي يعفس عليها، على خاطر عائلته هي اللي تحس أكثر وهي اللي تفقد أكثر، الأب والزوج والأخ. أنا أقول أنه مؤسسة الإذاعة التونسية فقدت رجل إعلام كبير، فقدت علم من أعلامها، فقدت هرم من أحسن الإعلاميين الموجودين في تونس، والخسارة عامة بالنسبة لنا نحن وبالنسبة لمستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. ربي يرحمه وينعمه وربي يفضله العائلة. نبيل العلاقة معي ترجع أكثر من 30 سنة، كان انطلق في عام 64 بالجامعة التونسية. وقتها من جملة الطلبة أنا فهمت لأنه هو طالب مشاكس، مشاكس لكن من نوع آخر، مشاكس باللطف بتاعه. ومن وقتها فهمت أن نبيل حتى نجاحه فيما بعد في الحقيقة هو نتيجة ثلاثة أعمال. العمود الأول الهام هو كان إنسان متعلم، وهذا هي هام جدا، متعلم لأنه جلس على مقاعد الجامعة سواء كان الآداب أو بالنسبة للصحافة، وفي الأداب كان في التاريخ والجغرافيا وكان في العربية.